اليوم كان عندنا فلسفة. طبعا أنا مقدم بكالوريا بال 2012 قبل الإصابة قبل إيه، بس المنهاج فارق بشكل مو طبيعي. فلا الحمد لله كان تقديم ممتاز. يعني مشروع جريح الوطن تعبان علينا بالفترة التحضيرية، كوادر تدريسية ومدرسين وأساتذة فالتحضير كان ممتاز والتقديم كان ممتاز الحمد لله. إن الإصرار وعزيمتنا كانت على الدراسة إنه مرجع الأيام القديمة الماضية. السنة الماضية كنا قدمت بهذا نفس المركز، قدمت التاسع والحمد لله. يعني بالنسبة للتوجيهات والمساعدات هم بالممتازة ما شاء الله. جريح الوطن كان برنامج مساعد يعني بالدرجة الأولى، لأنه بكل شيء ماديا معنويا عزيمة تقدم يعني بكل شيء. الأمور كلها منيحة وكلها ممتازة والحمد لله رب العالمين، وحلينا منيح يعني والأسئلة كلها خفيفة يعني ما فيها شيء. تماما تمام. هلأ أنا بشجع رفقاتي كلهم على هالشيء هذا يعني، وأنه يتقربوا من العلم، والعلم منيح كثير يعني، مو بس اللي أنا الجميع الجرحى يعني. خلاص مو بس أنه صوبت وقعت على الكرسي أنه خلاص أنه بترك علمي وبترك هيك، بالعكس بتابع وبشد همتي وبدرس وبنجح وهيك وبتفوق. وإن شاء الله أنا إذا نجحت بدي أدخل حقوق يعني، بدي أدرس حقوق وبدي أتابع بالمجال هذا كلياته. أول شيء علاج، لقينا العلاج صراحة والحمد لله بلشنا نتحسن، وشجعونا الشباب من طريق جريح وطن أنه ندرس ونتعلم ونكفي دراستنا، وهالشي يعني الحمد لله صار عندنا مثل بيقولوا إرادة قوية أنه ندرس ونتعلم كفي حياتنا، ما وقفت على الإصابة مثل ما بيقولوا حياتنا، وقدمنا منيح الحمد لله يعني. الأسئلة شوي هيك وهيك. المركز الصحي هو جزء لا يتجزا من عملية امتحانية، كل سنة يقام مركز لاستقبال ومساعدة الطلاب المتقدمين بكل عام. بيتقد في لجنة استكتاب موضوعة بإدارة الصحة المدرسيين، نستقبل التقارير الطبية قبل شهر، نجهز الطالب مشان نعرف نوع المساعدة نقدم له إياها. في طلاب بحاجة لمساعدة في القراءة، طلاب بحاجة لمساعدة في الكتابة، طلاب بحاجة مساعدة لجزئين قراءة وكتابة. عندنا 176 طالب بيقدم، بيناتهم 44 جريح حرب،